عاجل مصر ترسل طائرات عسكرية للصومال ننشر التفاصيل. ومسؤول مصري ينشر مفاجأة ويتحدث عما تمتلكه إثيوبيا. وعاجل روسيا تتحدث عن قربها من مصر منذ قليل ننشر التفاصيل. ولأول مرة بشكل واضح وزير الخارجية سامح شكري يتحدث عن العلاقات مع قطر وتركيا. ومشروع ضخم بين مصر والسعودية وتوقيع عقود ننشر التفاصيل. ورئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن سد النهضة ننشر أيضا التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر فعلا ووطني فجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل مصر ترسل طائرات عسكرية للصومال. وأرسلت مصر طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الصومال. وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان أن تلك المساعدات جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية ودوائية توجهت إلى الصومال. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومسؤول مصري ينشر مفاجأة ويتحدث عما تمتلكه إثيوبيا. قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن حجم المياه الخضراء مياه الأمطار في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا. وأوضح خلال استعراضه تطورات قضية مياه النيل الموقف الحالي تجاه مفاوضات السد الإثيوبي مع وفد دولي برئاسة ألينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، بينما الأراضي الخضراء في مصر تصل ل 4% فقط. وأشار عبد العاطي إلى أن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين. وأضاف أن إثيوبيا تستهلك أيضا المياه الزرقاء والمخزن منها 55 مليار متر مكعب في بحيرة تانا، و10 مليارات أمتار مكعبة في سد تاكيزي، و3 مليارات في سد تانا بالاس، و5 مليارات في سدود فنشا وشرشرة، ومجموعة من السدود الصغيرة. وأوضح وزير الري أن هذه الكميات من المياه بخلاف 74 مليار متر مكعب من المخطط أن يخزنها سد النهضة. وألمح إلى زراعة 3 ملايين فدان زراعة مروية في إثيوبيا، بالإضافة إلى 90 مليون فدان زراعة عن طريق المطر، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، وتقع على أعماق تتراوح بين 20 و 50 متر فقط من سطح البحر، وهي مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياها غير متجددة. مصدر معنا كان من صحيفة الأهرام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل روسيا تتحدث عن قربها من مصر. وكتبت ماريانا بلينكايا في كوميرسانت حول درجة الوفاق الغير مسبوقة بين روسيا ومصر. وجاء في المقال تتطابق وجهات النظر بين روسيا ومصر حول المشاكل الدولية بنسبة 100% تقريبا. اتضح ذلك من خلال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين لافروف وسامح شكري التي عقدت في موسكو يوم الاثنين. وهذه هي المحادثات الثانية بين لافروف وشكري في أقل من أسبوعين. بالتزامن مع ذلك يستمر تطوير الاتصالات الثنائية بين البلدين. ففي أغسطس زار وزير الدفاع المصري محمد زكي موسكو، وعقد اجتماع للجنة الثنائية للتعاون العسكري التقني. وفي العام المقبل من المقرر استئناف الاجتماعات وفق صيغة التنسيق 2+2 التي توقفت بسبب الوباء، والتي يشارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع من كلا البلدين. بشكل عام يجرى التخطيط للعديد من الخطوات المهمة في العلاقات الروسية المصرية لعام 2022. حتى الآن
تحتفي القاهرة وموسكو بالإنجاز الرئيسي لهذا العام، وهو استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية على البحر الأحمر. لقد تم حل المشكلة في وقت واحد تقريبا مع حل مشكلة أخرى تتعلق بمأساة الطائرة. فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في منتصف سبتمبر إن روسيا ومصر توصلتا إلى تفاهم أساسي حول مسألة المدفوعات المادية لأسر ضحايا سقوط الطائرة في سيناء، وتعملان الآن على تفاصيل دفع مبالغ طوعية من خلال اتحاد غرف السياحة المصرية. المصدر معانا كامن آر تي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ولأول مرة بشكل واضح وزير الخارجية سامح شكري يتحدث عن العلاقات مع قطر وتركيا. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون. وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام على فضائية تن أن الصفحة الجديدة مع قطر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتصفية التوتر والقضايا العالقة بين البلدين. وأشار حول العلاقات مع تركيا إلى أن هناك بعض القضايا المعلقة بعد الجولة الثانية الخاصة بالمباحثات مع تركيا، لافتا إلى أن الجانب التركي عليه اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا تلبي ما طرح. وأشار إلى وجود تقدم في بعض الإجراءات المتخذة من الجانب التركي أعرب عن أمله في البناء عليها للعودة إلى علاقات طبيعية. مصدر معنا كامل الشروق، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومشروع ضخم بين مصر والسعودية وتوقيع عقود، ننشر التفاصيل. وقعت مصر والسعودية بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي بينهما، ووفقا لوسائل إعلام فإن كلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار. وفي العام 2012 وقعت مصر والسعودية اتفاقا للتعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي، واليوم تم توقيع بروتوكول البدء في مشروع. ومن أهم نقاط المشروع الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار، يسمح المشروع لمصر الربط بدول الخليج وآسيا من أجل تبادل الطاقة في الفترات الحرجة بحد أقصى 3000 ميجاوات. تبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار. يساهم في تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأشاد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر بالعلاقات المصرية السعودية والروابط العميقة بين الشعبين المصري والسعودي، أكد أن العلاقات بين مصر والسعودية تعد نموذجا للعمل البناء. وقال الوزير المصري خلال كلمته بمؤتمر صحفي لتوقيع عقود بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية: نقف أمام لحظة تاريخية طالما تطلعنا إليها، وهي مد جسر التعاون الكهربائي بين الدولتين. بدوره قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيكون هناك تعاون أكثر بين مصر والسعودية في مجال الطاقة سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص. وأضاف وزير الطاقة السعودي أن المشروع سيمكن العالم العربي من الوصول إلى آفاق أكبر، وهو الربط العالمي. مصدر معنا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن سد النهضة، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تصميم حكومته على إكمال بناء وتشغيل سد النهضة الكبير واستخدامه للأغراض المحددة له. أبي أحمد قال في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيبه لتولي منصب رئيس الوزراء للولاية الثانية إن سد النهضة الكبير سيلعب دورا حاسما في التكامل الإقليمي وتعزيز علاقات حسن الجوار، إضافة إلى الفوائد المتعددة الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني. وأضاف أبي: يمثل نهر أباي نيل الأزرق أهمية كبيرة بالنسبة إلينا الإثيوبيين، ناهيك عن فوائدها الاقتصادية، النيل الأزرق رمز لصعودنا ومظهر يؤكد قدرتنا على النهوض بأنفسنا. وقال رئيس الوزراء: جميع الإثيوبيين ملتزمون بإكمال السد من خلال المساهمة من دخلهم الصغير.
وشدد على أنه سيتم إكمال بناء السد وتشغيله بنجاح. أشار إلى أن إثيوبيا جاهزة دائما لاتباع نهج متبادل المنفعة مع دول الجوار، وتسعى إلى تعزيز التكامل الإقليمي. وأدى آبي اليمين الدستوري ليستمر في منصب رئيس الوزراء الإثيوبي لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن مصر والسودان وإثيوبيا بيتفاوضوا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي الذي يبلغ تكلفة إنشاؤه 5 مليار دولار، وقد يكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل ل 6500 ميجاوات، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا تشغيل المنشأة. مصدر معنا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية وبعض الوكالات، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا إثيوبيا ماشية في نهج هو عدم الاتفاق وعدم يعني التوقيع على اتفاق قانوني وملزم بالنسبة للدول الثلاثة لتشغيل وإدارة هذا السد. طبعا إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله هتوضح لنا الموقف من هذا السد الإثيوبي، وهل هيبقى فيه مفاوضات أم لا. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر أخير معانا، وثلاث شباب يسرقون شققا بطريقة ألعاب الكمبيوتر. كشفت قوات الأمن في مصر تفاصيل القبض على 3 لصوص بمنطقة الخليفة بالقاهرة، أعمارهم تتراوح بين 21 ل 26 سنة، تخصصوا في سرقة الأموال من داخل الشقق السكنية. وتبين أن المتهمين في مراحل تعليمية جامعية وأدمنوا ألعاب الإنترنت وتكوين أرصدة بمبالغ مالية كبيرة في حساباتهم بتلك الألعاب، وعندما تعرضوا لضائقة مالية قرروا الاتجاه للسرقة، حيث قلدوا ألعاب السطو عن طريق التسلق وقاموا بسرقة 4 شقق بالقاهرة. وفقا للتحريات، فقد حول المتهمون عوائد سرقاتهم إلى رصيد إلكتروني من خلال محل سايبر بالمنطقة، حيث دفعوا المبالغ التي سرقوها لصاحب السايبر والحصول على رصيد إلكتروني في ألعاب الإنترنت، ثم يقومون بإعادة بيعه للراغبين. وذكرت التحريات قيام 3 أشخاص وجميعهم مقيمون بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب التسلق، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث وقيامهم بإنفاق المبالغ المالية المسروقة في شراء أرصدة إلكترونية بإحدى الألعاب على شبكة الإنترنت. وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم جهاز لابتوب ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة مجهولين المصدر. وبمواجهاتهم اعترفوا بارتكابهم 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، كما أقروا بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها داخل 2 محل عن طريق تسليم المبالغ المالية المستولى عليها لمالكيهما مقابل منحهم رصيد إلكتروني بحساباتهم بإحدى ألعاب الفيديو. وتم بإرشادهم ضبط مالكي المحلين، وتبين أنهم شخصان مقيمان بدائرة القسم، كما عثر بداخل المحلين على 7 أجهزة كمبيوتر والمستخدمة في الألعاب الإلكترونية ومبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة. وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأضاف أن المبالغ المالية المضبوطة تحصلا عليها من المتهمين المضبوطين وعلمهما بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.